وممن كذلك اعتنى به الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله، وقبل الشيخ سالم بن سعيد الصائغي. الشيخ سالم بن سعيد الصائغي في القرن الثالث عشر وجد أن إحياء علوم الدين من أجل الكتب، فأحال إليه في أرجوزته، فجاء الشيخ السالمي رحمة الله عليه واعتدل في النظرة، ما قال نقبله ولا قال نطرحه، وإنما قال: ولم يكن إحياء علوم الدين بجامع لنا علوم الدين، بل فيه ما لا يأمن الإنسان من أن يصيبه به الخسران. قد نقل الموضوع من أخباري، وذكر الضعيف في الأسفار من غير تبيين لما قد وضع، فيتقى ولا ضعيف سمع. مثل هذا الكلام، نفسه الكلام الذي ذكره ابن الجوزي هنا، فيه الموضوع وفيه الضعيف دون تنبيه عليه. وفيه ما يخالف الصواب في الاعتقاد، فافهم الخطاب. وغاص في علوم أهل الفلسفة، ولم يجد إلى الخروج مزلفة. أدخل نفسه في علم الفلسفة، وهذا الكلام ما كلام الشيخ السالمي، قوله: وغاص في علوم أهل الفلسفة ولم يجد إلى الخروج مزلفة، هو كلام ابن العربي. ابن العربي هو الذي قال هذا الكلام. قال: ودخل أبو حامد الغزالي في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج منها، دخل في الفلسفة فما استطاع أن يخرج، وهذه أخذوها عليه. ثم بعد ذلك الشيخ السالمي قال: لكن بعد ذلك يقول: نعم، حوى كشف عيوب النفس كشفا بليغا ما به من لبس، فبين المهلك من خصالها، وذكر العلاج من أحوالها، وبين المنجي بما لم يسبق إليه في تفصيله المنمق. من ها هنا أثنى عليه الأصل: إذ منه داء النفس قد ينحل. يقول هذا الكتاب في تزكية في للنفس غاية الغايات، لولا تلك الشوائب والمعائب في الأحاديث وفي الفلسفة. الشيخ الجيطاني عشق كتاب إحياء علوم الدين وشغف به، حتى أنه كتبه من أوله إلى آخره مستخلصاً كل القضايا الفلسفية، وأبقى الأحاديث على حاله. الروايات هذا اللي يقول عنه العلماء ضعيفة، الشيخ الجيطالي قال: خلها ضعيفة برايها ضعيفة، الموضوع برايها بموضوعة وجاف برمتها، لكن استخلص الاستطرادات الفلسفية لي والتعقيدات الفلسفية، أخرجها وأبقى الكتاب فريداً وزاد فوائد أخرى جليلة القدر، وسمى كتابه قناطر الخيرات. وممن اهتم بكتاب إحياء علوم الدين كذلك الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمة الله تعالى عليه، كما تجدون ذلك في كتاب أستاذ فهد السعدي تراجم الفقهاء والمتكلمين في المجلد الأول صفحة 186 تقريبا. وممن اهتم به تلميذه الشيخ سالم بن محمود السيابي تلميذ الشيخ خلفان، وقرأه كثيرا وهذى به نفسه ورقى به وجدانه. وممن اهتم به ووضع تعليقات عليه من علمائنا الشيخ سعيد بن أحمد الكندي من علماء القرن الثالث عشر الهجري، الشيخ سعيد بن أحمد، الشيخ سعيد بن أحمد هذا من علماء الكبار القرن الثالث عشر، هو شيخ الشيخ جاعد بن خميس الخروصي، الشيخ جاعد تلميذ الشيخ سعيد بن أحمد. الشيخ سعيد هذا كان بنزوة وقتل ولده، فالكنوز ثاره يريد الثار، فقال له الشيخ سعيد يقول: الثأر ليس من شرع الرحمن، وإنما هو من شرع الشيطان، إن عرفتم القاتل اقتدناه للقتل، وأما الثأر كذا من القبيلة أي واحد هذا ليس من شرع الله. فقالوا لها: هذه سنة القبائل وما نتنازل. فقال: إن كان ولا بد فأنا خارج عنكم. فترك نزوة وراح وادي بني خروس، ولما انتقل من نزوة كانت كتبه حمل 40 حمار، هذه كتب الشيخ 40 حمار.
وكان في العلية في وادي بني خروص كان الشيخ جاعر بن خميس رحمة الله عليه، عمره في 30 سنة تقريبا، وكان قناص يحب الرمي بالبنادق، هوايته هذه، ما شغله علم وقراءة وكذا. فسمع عنه الشيخ سعيد بن أحمد، قال خبروا هذا الولد إني أنا أعددت له يعني بندقية من النوع الجيد الذي يعني يهواه، فخلوا يجي. فجاء، فلما جاء جاءنا بعد صلاة العصر مباشرة، فلما جاء سلمه الشيخ كتابه وقال له هذا هو تفقه من اليوم ورايح، السلم. الشيخ سعيد بن أحمد اثنين، الشيخ سعيد بن أحمد هذا الكندي، الشيخ سعيد بن أحمد كندي آخر متأخر، هو جد الشيخ الدكتور إبراهيم بن أحمد، هذا جده لأمه، جده لأمه. الشيخ سعيد بن أحمد أنجب بنت كانت فقيهة عالمة، أنجبت الدكتور إبراهيم بن أحمد الضرير هذا، وهي التي علمته جوهر النظام وألفية بن مالك.